آن الأوان للتحرك الجدي في ملف النفط البحري في لبنان، هكذا اتفق المسؤولون بعد سنوات صراع على الحصص وإذا بهم يتحدثون أيضاً عن النفط البري في لبنان. نعم نفط بري كثر الحديث عنه في الستينات وغض الطرف عنه إلى أن قسمت الجبنة على الجميع. المفارقة أيضاً أن هذا النفط يرسو تحت أكثر المناطق فقراً في لبنان. في البقاع وربما في عكار أيضاً. البترول الموجود ببيرين بي انحفروا وعليهم عملت الاطروحه تبعت يعني ب 63 بالقاع في بير بالقاع لقوا البترول على 2557 متر الشيء بتل الدنوب بمنطقه اشتورة على نفس العمق طلع معهم نفس حاله الغاز أولا وصلت على مجلس النواب وحكيتها بمجلس النواب انه البترول موجود هون يوم يومتها الله يرحمه رفيق الحريري رئيس الحريري قال هلا ما بدنا نعمل مشاكل تقريبا مع سوريا لانه نفس البترول بيمتد لهونيك قلت له هالكلام هو صحيح لانه البترول تبعنا هو بترول نضيف هلا بتحفري على مسؤوليتي يعني بسهل بسهل عكار طلعت معنا بال 69 نحن أربع على 450 متر مؤشرات البترول وجدناها على 450 متر بأرض طلال في ذلك الوقت وما عاد ما عاد يوم... يومتها نذهب إلى القاع حيث البئر المهجور منذ أكثر من خمسين عاما يحدثنا أحد أبناء البلدة عن حقبة التنقيب هنا عندما كان شقيقه يعمل مع الشركة الألمانية المنقبة ما عرفنا إلا أنه خلص الشغل طيب شو طلعت النتيجة ما حدا عطاكي نتيجة واضحة إلا أنه هيدا البير على عمق شي 300 متر خبرني خيّي حطوا حديدي على بوز البير من تحت ونزلوا ترابي مجبولي بدون بحص لا وجه الأرض وشكروا هالبير وحملوا حالهن وفلوا فيما بعد كل فترة كانوا هن تخمين اللي بحشوا على هون يجوا يطلوا على هالمنطقة أكثرية الناس اللي بهداك الوقت أنه تقديراتهم طيب هالشركة اللي إجت وحطت مصاري كتير هون وهلا جاي ما يعني هيك على سمك بحر ولا عندها تقريبا شبه تأكيد أنه في بترول نحن بنتمنى اليوم قبل عبكرة تجي الدولة ترجع تشوف شو قصته هالبيرة إذا النفط في برنا وبحرنا ينتظر طاقة فرج تخرجه إلى النور لعله يبعث الأمل لشعب يئس من الحرمان تقول الأسطورة أنه في بلد فقير اسمه لبنان هناك نفط في بحره وفي بره قادر على أن يغنيه ولكن في هذا البلد سلاطين فساد يفضلون أن يتبخر النفط إن لم يتقاسموه من القاع نوال بري أم تي في